بهدفين مقابل هدف واحد أمام مولودية وهران. مولودية وهران أدت لقاء جيد وكانت في مستوى هذا اللقاء، لكن وداد تلمسان الإصرار والإرادة خلته تفوز بهذا اللقاء. نعرفه أنه هو الشبح الأسود لمولودية وهران منذ سنوات، ولكن من جولة لجولة تكلمنا أن وداد تلمسان لو لعب بنهاية التاريخ ضد العلماء في العلماء كان قادر على الفوز، ولكن في هذه المقابلة شفنا عدة تغييرات، وين شفنا بوجاقدي اللي يلعب في الدفاع كان قلب هجوم، وبالخبرة تاعو عرف كيفاش يكسب الثقة، ثقة الشبان لاعبين وداد تلمسان، ويعطي زيادة للفريق أكثر من زيادة. ونشوفوا هو اللي كان سبب خروج قائد فريق مولودية وهران في الدقائق الأخيرة، الدقائق العاشرة، بالخبرة تاعو، وكان الهدف تسجل تما الهدف الثاني. هذا هو واش قال شعبان، حتى أكد أنه عمراني في مقابلة العلمة قال أنه الفريق هذه بداية الانطلاقة بالنسبة للفريق، حقق نتيجة نقول أنه إيجابية يعني خارج القواعد، وفاز المقابلة تاع اليوم. هذا نظن راح يريح الفريق لأنه حدث جولة، يعني من الجولة الأولى يعني ما فاش في المقابلة بالفعل. يبقى كذلك مقابلة محلية بالنسبة لمولودية وهران، يلعب لكن هذه كرة قدم. مرة أخرى براجع يسجل الهدف تاعو، أربع أهداف قريب نص ويصير ما يخفاكش ديربي الغرب. نعم. مقابلة محلية بين وداد تلمسان ومولودية وهران كان كل يوم تكون مقابلة شيقة وعدة أهداف، شفناها في المقابلة ثلث أهداف وثلث أهداف من أحسن ما يكون. بالفعل حبنا نطرق ربما لكل الأهداف اللي تسجلت، أهداف جميلة وبطريقة جميلة جدا. لا كانت مصنوعة، كانت أهداف مصنوعة عن بالتمريرات القاصرة وتغيير الجناح، تمريرة في أحسن ما يكون ولمسة رأسية اللي خلات الحارس تاع مولودية وهران يتلقى الهدف الاول. وهنا الشيء اللي تكلم عليها ايضا فيصل، ربما الحراره تاع اللاعبين، الاراده، انه ديربي يحب يربح في اللقاء مفروغ منها. قد ما تشوف بوجقدي، يلعب في الهجوم، انت تحس انه يعني حراره اللاعبين، حراره اللاعبين. حتى هو يقول لنا يا اخي انه كل لاعب عنده خبره يمد هذيك الثقه بالنسبه للاعبين، وهذه نظن هاي اللقطه، تاع بوجقدي اللي كان من المفروض ان اللاعب اعطاه في تابق باش يسجل الهدف ويغمق الفارق. شوف العمل الجبار اللي داره بوجقدي رغم السن تاعو، ولكن بالسن نكتفي بالخبره. مدافع في الحقيقه. انا في بعض الاحيان نقول انه اللاعب في بعض الاحيان لازم يكون اناني نوعا ما، كانت عنده فرصه حتى يسجل لا ماشي اللاعب، هي نقولوا اللي يلعبوا في الهجوم لازم تكون عندهم شويه انانيه لتسجيل اهداف، ولكن شوفوا اللاعبين تاع وسط ميدان او المدافعين ما عندهمش الانانيه، ولكن اللاعبين اكثرها كيكونوا يلعبوا في الهجوم يكونوا انانيين. عرف كل لقطات يوسف وراءها بوتقدير، هذه الخبره في المقابلات المحليه كما قلت انه اللاعب اللي عنده خبره وتجربه هو في المقابلات هذه خاصه، هذه اللي يعطي الحراره، يعطي الاراده، ويعطي الثقه بالنسبه للاعبين. تكلمنا ايضا على براجة اللي لازم توقفوا عنده ايضا، يتالق في صفوف المولوديه هذا الموسم، اربعه اهداف كامله لحد الان، وايضا كانت قادره، حسينا انه المولوديه كانت قادره تعود في الدقائق الاخيره من اللقاء بعد تسجيل الهدف. وهي لقطات تسجيل الاهداف كانت اكثرها في بدايه المقابله، اكثرها مولوديه وهران كانت عندها زوج جولات الفرص لتسجيل هدف ضد امام المرمى، ولكن ما استغلوش هذوك الفرص، ولكن تلمسان استرجعت قواها ولعبت بالتمريرات القاصره وتغيير الجناح اللي سمحت لها تسجيل الهدف الاول والتمركز في وسط الميدان. ومولوديه وهران نقول اليوم ما لقتش